من مشاهدين تطبيق نشوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من وسط مدينة الدار البيضاء. كتشوفوا عدد من سيارات ديال الأمن وسيارات ديال الوقاية المدنية في هذا الأثناء، من بعد واحد مجموعة ديال الجيران ديال واحد السيدة أو واحد السيد هنا، مازال ما عرفناش نشوف تا واش ديال رجل أو امرأة، إنما الساكنة بلغات على واحد الرائحة كريهة خارجة من أحد المنازل. على الفور دخلوا رجال الأمن ورجال الوقاية المدنية من أجل معرفة واش كاينة شي جثة بالفعل ديال واحد شخص أو ديال سيدة داخل أحد المنازل هنا بهذه العمارة أم لا. وفي هذا الأثناء وصول عناصر الشرطة التقنية والعلمية التابعة للمنطقة الأمنية أوفى بمدينة الدار البيضاء من أجل الوقوف على كل حيثيات وتفاصيل هذه الوفاة إن كانت، ومعرفة الأسباب ديالها علميا قبل فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما تشوفوا عناصر الشرطة التقنية والعلمية حاضرين المكان اللي تم تبليغ عليه بأن كاين جثة بأحد الإقامات أو العمارات السكنية هنا بوسط المدينة. تحية كبيرة لرجال الأمن ورجال الوقاية المدنية للمجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها من أجل الوصول إلى الحقيقة ومن أجل حماية المواطن وممتلكاته. وفي حالة ما إذا ثبت بالفعل بأن هذا الجثة أو هذا الشخص أو سيدة بالفعل متوفى داخل المنزل، فأكيد غادي تحضر سيارة المركز الوطني للطب الشرعي بالرحمة من أجل نقل الجثمان ديالها إلى منطقة الرحمة من أجل إجراء تشريح طبي ومعرفة الأسباب الطبية أو العلمية للوفاة. واش هي موت عادي أم جريمة بفعل فاعل؟ وأكيد المصالح الأمنية كيف ما قلنا التابعة للشرطة القضائية بمن منطقة أنفا مدينة الدار البيضاء غادي تفتح تحقيق معمق من أجل الوصول إلى كل حيثيات وتفاصيل هذا الحادث. بالنسبة للناس اللي التحقوا بنا في هذا المباشر، المصالح الأمنية ورجال الوقاية المدنية توصلوا بمكالمة كتقول بأن إحدى الشقق السكنية بهذا الإقامة السكنية بهذا العمارة كتفوح منها رائحة كريهة، ربما كاينة جثة. على الفور دخلوا المصالح الأمنية ورجال الوقاية المدنية وكذلك عناصر الشرطة التقنية والعلمية لحلوا بعين المكان من أجل الوقوف على هذا النداء لتوصلوا به واش حقيقة أم لا. حالة ما إذا كانت بالفعل كاينة جثة، فأكيد غادي تجي السيارة ديال الطب الشرعي اللي غادي تنقل الجثة إلى المركز الوطني للطب الشرعي بمنطقة الرحمة من أجل إجراء التشريح الطبي بأمر من السيد الوكيل العام للملك ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة. إذا شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.